ما علينا يعني. فنرجع ونقول في حواري مع المستشار مرتضى منصور سألته سؤال واضح، قلت له هو حضرتك مصر على حكاية عدم الهبوط؟ قال لي ناقشها فنيا خلاص. اذا مفيش اصرار، وحتى في الاقتراح اللي قلناه يوم الخميس للكابتن حسن شحاتة والكابتن فاروق جعفر والكابتن مصطفى والحاج عامر حسين والكابتن عصام عمينة، انا بقول لو راحوا يوم السبت زي ما كنا متفقين كده الليلة دي خلصت خالص فنيا. تعال فين اباطرة الفن هنا الكباتن الكبار دول؟ هم هيقولوا احلى كلام فنيا. طب المواعيد والجدول والحكاية والرواية معانا، الحاج عامر حسين عنده الورق بتاعه بيفتحه في ثانية يوريك الدنيا كلها، كانت خلصت ما علينا يعني. فقلت له طب انتوا الاجتماع الجاي بتاعكم امتى؟ قال لي اجتماع السبت اللي جاي، لا اللي بعده في نادي القناة في الاسماعيلية، واللي بعده هيعملوه في النادي المصري في بورسعيد. جميل جميل. طيب خلاص موضوع سهل جدا ونهدي اللعب بقى شوية. كلمت جمال بيه علام في التليفون لما وصلت هنا، كلمته كذا 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 كذا، قلت له ايه المشكلة انتوا ليه ما بتحضروش؟ طيب يعني يا ريت يكون ما جمال بيه علام بنفسه موجود عندنا، هو الراجل احنا يعني اذا كان معايا على الهوا بعد شوية او مش هنتكلم في مشاكل خالص، احنا هنتكلم في حل بسيط جدا جدا جدا. ان شاء الله يوم السبت اللي بعد جاي الاجتماع موجود في قناة، نادي القناة في الاسماعيلية، هيحضر 2 من مجلس ادارة اتحاد الكرة، يحضروا عادي جدا، ده بيتهم، النادي بيتهم واتحاد الكرة بيت النادي، عادي جدا. لا النادي قناة ملك حد ولا اتحاد الكرة ملك حد. طيب معايا الحاج عامر حسين. الحاج عامر مساء الانوار. الانوار متحجز حضرتك، يا رب تكون بخير. الحمد لله تمام الله يبارك فيك. يعني كان ما بيننا حوار لو تتذكر يوم الجمعه ورجيتك ان يكون فيك تكون حاضر حضرتك مع اللجنه الفنيه يوم السبت في نادي سموحه، على تمام. اساس ان الامور كلها وانتوا قاعدين تتحل. انت وجهه نظرك ايه يا حاج عامر؟ لا طبعا كان القعده دي كانت مهمه جدا. طب ليه ما تمتش؟ لان انا كان ما اقدرش اروح مثلا دي قبل ما توجه لي دعوه طبعا. في لجنه محترمه وفي رئيس لجنه لما بيحتاجوني بيكتبوني بيدعوني احضر طبعا على طول، انا ما اقدرش اروح من نفسي اخش على اللجنة. يعني ما حدش دعاك من اللجنه؟ لا ما كانش في دعوه. برغم كان حواري مع حضرتك انه انت مش محتاج لدعوه، لانه احنا قلنا على الهوا مع مرتضى بيه منصور يوم الخميس انه هو قال فوض الكابتن حسن شحاته قال له كون المجموعه اللي انت شايفها هي تستطيع ان تعطي القرار واحنا في انتظاركم. يعني دي كانت لجنه فنيه. انما انا كمسؤول في اتحاد الكوره في لجنه من اللجان. نعم. وبالتالي لما بيستدعوني اي لجنه او مجلس اداره الاتحاد عشان نتناقش في اي موضوع بتوجه لي الدعوه ان انا احضر. جميل جميل. غير اللجنه اللي حضرتك طبعا مشكورا كنت اقترحت انها تتعمل، وكانت طبعا لجنه مهمه من الناحيه الفنيه قوي، وكانت قصه خلصت عشان في الاخر القرار يطلع اللي ما فيه الصالح العام. نعم. واكيد الناس كلها عايزه المصلحه العامه. بالظبط بالظبط. طيب انا مش حابب طبعا يعني ممكن تقول حاجه على الهوا تحسب الان عليك، لكن وفقا لاوراقك اكيد يعني انا كنت بتكلم مع مرتضى بيه وانا جاي دلوقتي، ومن ناحيه المبدا هو مرحب جدا وهيدعو طبعا انه القعده الجايه اللي هي يوم السبت اللي بعد اللي جاي في نادي القناه في الاسماعيليه حضرتك تكون متفضل بالتشريف، وطبعا اعضاء مجلس الاداره بتوع اتحاد الكره اكيد، ويتم عرض، والكابتن فاروق جعفر كمدير فني للاتحاد ده مهم جدا، ويتم عرض الموضوع بشياكتكم المعهوده على اللجنه، والمواضيع تخلص وتنتهي زي ما حضرتك تفضلت للصالح العام. لا ان شاء الله تنتهي المواضيع وانا متفائل خير طبعا. تمام. الناس كلها عايزه المصلحه العامه، من كلامي معاهم كلهم عايزين يعملوا الصح. بالظبط. وبالتالي كان كلامي برضو مع الكابتن فاروق كان في اتفاق ان احنا او ما توجه لنا الدعوه ان احنا هنروح طبعا ان شاء الله. ممتاز. ان من حق طبعا المسؤولين الانديه ان يعرفوا كل بالظبط كده البيانات والحقائق اللي موجوده عندنا. نعم. في شغلنا، وفي الاخر لجنه الانديه مع مجلس اداره الاتحاد. نعم. هيعملوا اللي فيه المصلحه وبالاتفاق وبهدوء. نعم. لان طبعا كلنا عايزين المركب تمشي، وعايزين بعد انتخابات الرئاسه ان نبدا بدايه جديده.
ما نبداش بمشاكل في الوقت دوت. تكون عجله تساعد الناس. يعني احنا مش عايزين نصدر، يعني الكره والرياضه ممكن بتحل مشاكل كتير بالظبط كده، وبتخلي دايما الشعب والجمهور بيتلم حوالين اللعبه زي مباراه المنتخب زمان كان كله بيتجمع عليها. خاصه ان المنتخب والمباراه اللي عملها الحقيقه يعني تدعو للتفاؤل جدا الاخيره جدا، وقدمت نماذج من الدوري المصري. نعم، رغم ان احنا كنا كله متشائم على ان في جيل جديد هيبدا. لا، ده الجيل ده اللي شفناه من يومين ده انا متوقع هيفوق باذن الله الجيل اللي فات ان شاء الله. كلنا يعني متفائلين، بس لازم كلنا نقف مع بعض علشان نساعد الجيل دوت ونرجع تاني لقوه المنتخب. طيب سؤال سريع يا حاج عامر، يعني من اوراقك، هل هناك وقت لدورة رباعية من دورين وفقا لجدولك يعني بشكل كده سريع؟ يعني والله حضرتك يعني قلت يعني ما تحطنيش في حرج. اوكي، لان مش عايز انا اكون ماشي في اتجاهات معينة. وانا موافقك، يبقى الكلام جوه في خليه جوه اللجنة في الاجتماع. انا موافقك جدا، علشان هم اللي ياخدوا اصحاب القرار ياخدوا القرار الصح ان شاء الله. انا موافقك 100%، ويتم ده باذن الله في الاجتماع القادم اللي هو السبت اللي بعد الجاي باذن الله في نادي القناة في الاسماعيلية ان شاء الله. ويا ريت اليومين دول يا متحف بيه كله يهدى وكله بقى يعني بس كده يشتغل ونركز الاسابيع اللي جايه ونغير الاجتماع ويطلع القرار بعد كده ان شاء الله المظبوط. 100%. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. متشكر جدا. اشكرك حاج عامر، شكرا جزيلا. جمال بيه علام، مساء الانوار. مساء الانوار يا كابتن مدحت، يا رب تكون حضرتك بخير. الحمد لله تمام، الحمد لله. زي ما كنت بدأت دلوقتي مع الحاج عامر، يعني احنا زي ما هو قال دلوقتي انه من حق الانديه برضو انه يتعرض عليها، يعني ربما جمال بيه النهارده كان دكتور كمال درويش له تصريح قال انه مثلا لجنه الانديه بتاخد توصيه ولما بيروح اتحاد الكره بيلغيها دون شرح للمجاميع يعني، فربما الامر يحتاج ضروري لحوار داخل اللجنه. فانا مش عايز يعني ايه، مش عايز اقلب زي ما بيقولوا ايه امور، يعني عايزين نلم اقصد اقول. فهو الراجل اقترح مرتضى بيه يوم السبت اللي بعد الجاي هناك اجتماع للجنه في نادي القناه في مدينه الاسماعيليه. هل هناك اي مشكله ان يمثل مجلس اداره اتحاد الكوره مع المدير الفني للاتحاد مع رئيس لجنه المسابقات في هذا الاجتماع يا جمال بيه؟ اقول لحضرتك حاجه بس، اولا يعني حاجه بسيطه بس اقولها لحضرتك. اتفضل اتفضل اتفضل. اولا احنا مجلس الانديه بعد ما كانت بتجتمع اتحاد الكوره وهم قرروا بمحض ارادتهم، يمكن ما حد يضايقهم في اتحاد الكوره ولا حد اساء ليهم في اتحاد الكوره، يمكن كنا احنا بنبقى موجودين ويكونوا موجودين معانا في المكتب، حتى في المكتب بتاع مجلس الاداره، ويطلعوا يعملوا الاجتماع وبقعد معاهم يمكن بتاع 5 دقائق او حاجه زي كده واسيب الجلسه وانا. نعم. لما عملوا الاجتماع في نادي الزمالك، الاثنين اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره راحوا عندهم في نادي الزمالك حضروا معاهم. كويس. لكن لما بدات يعني النغمه تتغير ويبتدي في هجوم على رئيس النادي، على رئيس الاتحاد. نعم. هجوم على اعضاء الاتحاد. فطبعا ما ينفعش النهارده عضو مجلس اداره الاتحاد اللي قاعد وشايف رئيس الاتحاد بيتشتم او شايف عضو الاتحاد بيتشتم ويبقى موجود. يمكن دي من ضمن الحاجات اللي هي كانت يعني صعبه في عضو مجلس الاداره، ان يحضر ويسمع شتيمه زميله او رئيس الاتحاد بتاعه ويبقى موجود وبيتشتم. تمام. دي كانت برضو نقطه صعبه جدا، يعني صعبه عليهم في نفس الوقت. دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا اساسا ما دخلناش في معركه. نعم. احنا لما كانت بتبقى في اعضاء مجلس الاداره الموجودين مفروض عليهم ان هم بيوضحوا اذا كانت القرارات التوصيات اللي جت في مجلس الاداره ولم تعتمد، هو المفروض بيدوا له مساحه ان هو يعرض عليهم ليه ما اعتمدتش. ايوه. ليه ما توافقش عليها. لكن طالما هم كمان مش واخدين المساحه دي ان هم يعرضوا سبب رفض الموضوع ايه. نعم. وبنفاجئ بان الموضوع بمجرد ما قبل ما يتقال في مجلس الاداره ان ما تمش اعتماده، نفاجئ على الفضائيات ان لا اعتمد غلط واعتمد مش صح واحنا ما ينفعش لا احنا مش كده. الرياضه محطوطه وهم عاملينها احنا في اللوائح. يمكن الدكتور كمال درويش وضح فعلا هو كان موجود في اللجنه الاولانيه وتعرض عليهم جدول المسابقه وشروط المسابقه وراحت لكل نادي ووافقوا بيها وعندهم التصور بتاعهم لمده 3 سنوات، يعني كل الكلام ده مكتوب. احنا ما بنقولش حاجه مش موجوده في لائحه ولا شروط مسابقه. تمام. الحاجه الثانيه ان النهارده انت يعني بتطلب ان هو يكون مندوب الاتحاد يكون موجود، احنا ما عندناش مشكله مع الانديه، الانديه هي بيتهم الشرعي الاتحاد المصري لكره القدم.
يعني انا مش عارف هم مشوا ليه من اتحاد الكوره، لكن تواجدهم برضه في الانديه. بس هو على فكره لا مانع، لا مانع من التواجد. بالظبط كده، نشجع الانديه كلها ان احنا ممكن نكون موجودين في كل نادي. بالظبط كده، ما عندناش مشكله. بالظبط كده، لكن يعني ما تبقاش العمليه ان انا لا مش عايز اتعامل مع اتحاد الكوره وهعمل اجتماعاتي بره، وان لا الفكره ما كانتش كده جمال بيه. لا الفكره ما عنديش مشكله، اتحاد الكوره ما عندهوش مشكله. تمام، في اي مكان اعضاء الاثنين العضوين في اعضاء مجلس الاداره ممتاز يحضروا، بس على الاقل يبقى في يعني لغه الاحترام متوازنه مؤكد ومتبادله. اتفق معاك، بين الاتحاد وبين لجنه الانديه. انا بحترم كل رؤساء لجنه الانديه، بحترم كل نادي صغير من القسم الرابع الى القسم الاول. انا بالظبط عمري ما تجاوزت مع حد. لا عمرها ما حصل، انا ما بقبلش ان حد يتجاوز في حقي. جميل، ما ينفعش اللغه، لغه التجاوزات. احنا ما بنتجاوزش في حد ولا هنتجاوز في حد. احنا يهمنا كل المصلحه العامه، ان احنا في الاخر ازاي نخلص الدوري بتاعنا على خير. هل انا قلت حتى الاربع فرق اللي احنا بنقول عليهم الدوره الرباعيه النهارده بتناقشني تقول لي دور ولا دورين؟ هم مين الاربع انديه اللي هيناقشوا؟ مش ال 22 نادي المفروض ان هم اللي بيناقشوا؟ نعم، اللي بيناقشوا المفروض الاربع انديه هم اللي يقولوا، اللي صعدوا هم اللي يقولوا احنا عايزين الدور ايه، والمساحه الموجوده لتنفيذ الدورين هل موافقه ولا لا؟ كويس، صالح الانديه اللي هي مشتركه في افريقيا هل هي صالحها كويس ولا لا؟ نعم، هل هم المطلوب ان احنا نخلص الدوري بدري عشان خاطر يقدروا يأيدوا اللعيبه بتاعتهم في فتره القيد الثانيه عشان يستفيدوا منهم في المسابقات بتاعتها الافريقيه ولا لا؟ بالظبط، الكلام ده كله لو هم كلفوا خاطرهم بس ان يسالوا ايه الموضوع كان هيعرفوا. طيب احنا الكلام ده كله موجود، واعضاء مجلس الاداره الاثنين اللي موجودين والله العظيم فاهمين يشرحوا ايه. طيب هل هناك ما يمنع من تمثيل اتحاد الكرة في الاجتماع القادم في نادي القناة يوم السبت بعد القادم يا جمال بيه؟ استاذ جمال، طب الخط قطع، هاتوا تاني يا جماعة. انا طبعا عارف الاجابة هتكون بالاجاب اكيد، وان مفيش اي مانع على الاطلاق على الاطلاق. وفعلا يعني احنا عايزين اجتماعاتنا تبقى اجتماعات دايما مبنية على ثقافات فنية ولائحية، يعني عايزين الأمور كلها بتاعتنا تمشي. احنا خلاص أصبحنا بفضل الله، بفضل الله في دولة القانون. جمال بيه، كان سؤالي الأخير لحضرتك قبل لا العفو، هل هناك ما يمنع، وأنا متأكد إن شاء الله الإجابة بالإيجاب، من حضور ممثلي مجلس إدارة اتحاد الكرة في الاجتماع القادم في نادي القناة بالإسماعيلية؟ ما انا بقول لحضرتك احنا ما عندناش اي مشكله. ممتاز، ان حد يحضر بس ممتاز. يبقى على الاقل في احترام متبادل مؤكد بين الاتحاد ولجنه الانديه. انا عارف لجنه الانديه، انا بقول لك في البدايه برضو وان احنا بنحترم كل لجنه الانديه، كل رؤساء الانديه المتواجده سواء ال 22 نادي او سواء اللجنه الخاصه بس. تمام، مناقشه احنا بنحترمهم وبنقدرهم. نعم، فما احنا اذا كان ما فيش تجاوزات احنا ما عندناش مشكله. بالظبط، خلاص يحضروا في اي مكان يحضروا هيكونوا موجودين 100%. ادوا فرصه لاعضاء المجلس الاداره ان يشرحوا. انا بقول لحضرتك الاثنين اللي عندنا طبعاً اللي موجودين عندهم الكفاءه ان يشرحوا. الكابتن عامر حسين رئيس لجنه المسابقات عنده الكفاءه ان يشرح ليه الكلام ده اتشرح داخل الاتحاد وتعمل بناء عن عن عن, عن خريطه معموله ازاي ان احنا نفيد الانديه في تواجدها في قطاعها الجديد. تمام، نفيد المسابقه ازاي تنتهي ولسه ندي فرصه للانديه عشان تعد فرقه اللي هي الجديده للموسم الجديد. نعم، ان الموسمين هيبقوا متلاحمين لان احنا متاخرين خالص في الدوري. ظروفنا كده، هي الظروف اللي كانت موجوده كده. بالظبط، داخل معاك شهر رمضان انك انت هتطول ازاي فيه. كل القصه دي يتشرح عشان نلعب مباريات بالليل، مباريات بالليل الكهرباء زياده. نعم، مطلوبه مننا حاجه من الناحيه الامنيه والبلد ان احنا الكهرباء لازم نراعي الاستهلاك الكهرباء، كل الكلام ده مطلوب. نعم، انا لما نعم كنا قاعدين يوم اللقاء الاولاني عشان نبدا بس كدوله، انت كنت معانا حضرتك حاضر. نعم، بدايه ان احنا ازاي نبدا الدوري، ورحت لوزير الداخليه الاسبق اللي هو احمد جمال وكنت عنده هناك موجود، وخلصنا الموضوع على اساس ان احنا نبدا الدوري وبداناه ومتاخرين ونهينا دوري وما كملش. تمام، احنا عايزين دوري يكمل عشان تبقى فيه وصلنا لمرحله الاستقرار حتى الرياضي في مصر. نعم، احنا مش عايزين مشاكل. بالظبط، واحنا ما بنخشش في خناقات ولا حاجات شخصيه بيننا وبين اي حد. تمام، حتى اللي اخطاوا فينا احنا بنقول لهم يعني يا ريت يراجعوا نفسهم بس. وعفى الله وعفى الله عما سلف. انا ما بطلبش غير كده، ان كل واحد يراجع نفسه بس. طيب
يراجع التعاون اللي احنا عايزينه من الاتحاد، ده الاتحاد بتاعهم، لا هو بيت جمال علام ولا بيت عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، الاتحاد بتاع الانديه. الاتحادات رؤساء الاتحادات او اعضاء الاتحادات متغيرين بيتغيروا، نعم، بيجي مكانهم، لكن اللي قاعد هو الانديه. طيب وبنحترم فعلا نادي الزمالك، نحترم النادي الاهلي، نحترم النادي الاسماعيلي، نحترم النادي المصري، نحترم كل انديه مصر، عشان ما حدش يقول لي ان ست اسم نادي. كل الانديه، كل الانديه. نعم انا عندي ست انديه بحتين سبب اعتراضهم ليه؟ ما راحوش ليه؟ طيب يعني احنا خلينا بقى في اللي جاي يا جمال بيه، خلينا في اللي جاي، في الفتره اللي جايه. بالظبط، واحنا ما عندناش مشكله في اي حاجه، اي حد محتاج اي حاجه من الاتحاد، الاتحاد موجود. طيب احنا يرجعوا اجتماعاتهم في اتحاد الكوره، معلش ما عندناش مشكله، بس احنا مؤيدين ان اللجنه تتحرك في كل الانديه، هذا شيء جميل للانديه لانعاش الانديه. دي ظاهره جميله جدا، بس ما تبقاش ظاهره انك انت تارك الاتحاد على اساس انك انت مش عايز تتعامل مع الاتحاد. لا طب هتتعامل مع مين؟ لا هو تجول، هو تجول الرخصه اللي واخدها الانديه كابتن مدحت، شروط الترخيص بتاع الانديه، النادي اللي واخده، ان هو لازم يلتزم بقواعد ولوائح الاتحاد المصري لكره القدم. وهو لما هيبقى لجنه محترفه خلاص رابطه الدم، هو هيدير فرمقته زي مسابقته بمعرفته. يا ريت احنا عايزين نساعدهم يا كابتن، بالظبط احنا عايزين نطوره، بالظبط احنا يمكن احنا اللي انا قلت الكلام ده، عرضت الكلام ده في وجود الكابتن حسن حمدي رئيس لجنه الانديه السابق الاسبق، وبرضه عرضتها مع الدكتور كمال درويش، وهاتهم على التليفون وشوفهم، ومع المستشار مرتضى منصور برضه عرض ان ازاي يطوروا الماده 62، وازاي يعملوا لوائح، وازاي نعمل لائحه للانديه كامله تبقى روابط، وازاي نطلع رخص للانديه كلها اللي موجوده في الدوري الممتاز، عشان ما ينفعش ان احنا نعمل رابطه. الرابطه في الاخر مين اللي بيقررها؟ مين اللي بيديها التصريح؟ مين اللي بيشيرها؟ هو اتحاد الكوره. كويس، وهي بعد كده هي تتولى امورها بمعرفتها. ففي الاخر كله هو كله في منظومه اتحاد الكوره، لكن ما ينفعش انك انت مش معترف باتحاد الكوره. لا 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 خلاص، احنا متفقين دلوقتي ان يوم السبت بعد الجاي يا جمال بيه هيكون الحاج عامر حسين موجود، هيكون الكابتن فاروق عفر المدير الفني للاتحاد موجود، هيكون اثنين من الساده اعضاء مجلس الاداره موجودين، وربما تحبوا تستعينوا باي شخصيه رياضيه اخرى مفيش مشكله على الاطلاق، بحيث تبقى قاعده اسريه جميله، يتم الشرح للناس كلها، ويبقى الحوار هادئ وراقي جدا لمصلحه الكره المصريه. متفقين يا جمال بيه؟ نعمل ان شاء الله باذن الله. خلاص يبقى حضرتك كده على الهواء، يوم السبت اللي بعد الجاي اعضاء المجلس سيمثلوا داخل لجنه الانديه ان شاء الله. ربنا يسهلك ان شاء الله. بشكرك يا جمال بيه، شكرا جزيلا. يتبقى بس في الجزئيه دي يتبقى رجاء شخصي من الساده رؤساء الانديه كلهم ان يتم الحوار بموضوعيه بعيدا عن المصالح الشخصية، يتم الحوار بموضوعية لمصلحة الكرة المصرية بعيدا عن المصالح الشخصية. دوري هيستأنف بإذن الله، الدوري سيستأنف بشروطه المعلنة، ولا يوجد أي تغيير على الإطلاق فيه. إذا حصل تغيير سيعلن في نهاية المسابقة، سيعلن في نهاية المسابقة وليس في هذا التوقيت على الإطلاق. طب سيعلن بناء على إيه؟ بناء على الشرح الوافي من لجنة المسابقات والمدير الفني، وإذا كانت اللجنة محتاجة تاخد خبير أو اتنين أو تلاتة يتوجدوا يشرحوا، ناس من المشهود ليهم، من الأسماء المشهود ليها بالخبرة وبالمعرفة وبكذا وكذا، يتوجدوا ويتكلموا، يبقى نقاش ديمقراطي. عايزين ننتقل يا جماعة من مرحلة إن أنا بدراعي هعمل، لمرحلة إن إحنا بنحترم كلنا اللوائح والقوانين. وبعدين لجنة الأندية إن شاء الله تبقى أندية محترفين، وكل الأندية تبقى أندية محترفة، خلاص انت بتبقى رابطه، انت الرابطه الكينج، انت الملك بتاع مسابقتك. طب حط لوائحك وحط نظامك وحط السيستم بتاعك، ايه 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 والحكايه والروايه، زي ما كان شرح لنا امبارح كابتن عصام عبد المنعم في ايطاليا بيعملوا. احنا بناخد سيستم كامل ايطاليا، خلاص في لجنه بتدير، واللجنه مش الرؤساء الانديه اللي بيديروا، ده بيجيبوا خمسه سته من الخبراء بيد مدفوع لهم، بيدفعوا، ما هو خلاص في بس وفي حكايه وروايه، دولت هم اللي بيديروا المسابقه فروم اي تو زد، والجمعيه العموميه بتاعتهم اللي هي الانديه لما يكون في حاجه بتقعد مع الخمسه سته المنتخبين لاداره العمليه، منتخبين محترفين. لكن لما حد بيدلو بدلوه بعيد عن اللوائح، بعيد عن المواعيد، بعيد عن الجوانب الفنيه، بعيد كذا كذا، بيبقى القرار مغلف بعواطف كثيره جدا. نرجو ان يتم هذا الامر باذن الله. عايز